كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن هناك احتمالية لنقل مباراة الأهلي خارج القاهرة خلال الفترة المقبلة. وأضاف سويلم أن استاد برج العرب هو الأقرب لاستضافة مباريات الأهلي الإفريقية خلال اللقاءات المقبلة. أشار المدير التنفيذي للجبلاية إلى أن الحدث الشغب أو أحداث الشغب التي حدثت من جانب بعض الجماهير خلال مواجهة الأهلي ومنان الجابوني والاشتباك مع الجهة الأمنية ستتسبب في نقل لقاءات الفريق الأحمر خارج القاهرة.